صح شربتكم ومرحبا بكم الناس الكل في رانديفو جديد من شوبوك. 25 جويلية 2013، اغتيال سياسي جديد في تونس. بعد لطفي نقض، بعد شكري بالعيد، يتم اغتيال النائب الحاج محمد البراهمي. مازلنا ما فقناش من الصدمة، ويتم تفجير عبوة ناسفة قدام مركز الحرس بحلق الواد نهار جنازة الفقيد محمد البراهمي. نهار 29 جويلية 2013، 9 شهداء من جيشنا الوطني يتم اغتيالهم والتنكيل بهم. هذا الكل بعد ايامات من الحوار اللي قام به سي علي العريض، وقال انه بلادنا على العال وما فما حتى شيء ومرنا لاباس. الله يرحم شهداء تونس، والله يهلك اللي كان السبب. قبل ما نبدأ بجولتنا حول اهم مراجع على الصفحات الاجتماعيه، حبيت نذكركم بالفيديو هذا. بقدر ما يمشوا في الاختناق والعزله السياسيه، بقدر ما خيارهم الوحيد هو العنف. برشا ردود افعال من سياسيين، معارضين وموالين، جمعيات ومنظمات ومواطنين، والنتيجه كانت انسحاب نواب المعارضه من المجلس التاسيسي، والالتحاق باعتصام الرحيل، والمطالبه بحل الحكومه والمجلس التاسيسي بعد فشلهم في اداره شؤون البلاد، والتصدي للعنف والارهاب. على كل نائب في هذه القاعه وبعد التصويت على هذا المشروع ان يصعد الى السطح ويرمي نفسه ليروح ويستريح. اليوم نحاولوا نركزوا شويه على ردود افعال الحكومه واحزاب الترويكا. نبدأ بفيديو للنائبة يمين الزغلامي حول الدستور، وبصراحة تحسها خارجة من ماتش دربي وإلا عرس وكاين وما مات حد في البلاد. الحمد لله باش توافقوا على الدستور وباش تصوتوا عليه في قراءة أولى، وأنا متفائلة الحمد لله لأنه ختمناه بالدم. الحمد لله. شو رأيك فيها؟ قلنا غني قلنا غني، أوه مبروك علينا هذه البداية، ومازال مازال مبروك على الشعب التونسي. الفيديو جاي من عند رفيق عبد السلام بوشلاكه اللي خطب في وسط مؤيدي الحكومه بطريقه مسؤوله جدا. اولا واخيرا نعزيهم في فشل انقلابهم. انتم تواجهون انقلاب مختلف الاركان، هؤلاء الخائبون الفاشلون راهنوا على الانقلاب على الثورة والانقضاض على الثورة. مؤيدي النهضة والحكومة ورغم محاولات التعب الشكوتومية ما لموش برشا عباد مقارنة بالمساندين لاعتصام الرحيل. عامر العرايض بعد ما شاف عدد المعتصمين اللي ضد الحكومة بدأ يحكي على الصناديق. لغة الأعداد والأرقام لا كان مش نعديو الفيديوهات الكل، باش نقعدو نهارين نتفرجوا، وكيما قاعدين نشوفوا خطاب يدعو للتفرقه، ومن بعد يقول لك حوار وتوافق. اعداء الثوره تجمعيين، انقلابيين، انتهازيين وكفار وغيره من التسميات اللي لصقوها للشعب الموجود في باردو. الاكيد انه المعتصمين في باردو مش هما اللي قاعدين يكفروا في الناس، مش هما اللي حرقوا الزوايا، ومش هما اللي فسدوا اجتماعات المعارضه، ومش هما زادا اللي عنفوا المعطلين على العمل، الفنانين والصحفيين، مش هما اللي قتلوا توانسة، مش هما اللي خونوا، ومش هما اللي يسرقوا في البلاد، وما همش هما اللي في الحكم ومش حابين يسيبوا الكراسي، ومش هما اللي هدوا ويتوعدوا ويسبوا، وما همش هما اللي يحميوا في المجرمين، ومش هما اللي يحبوا يظنوا الجيش والأمن.